ممكن. اولا شوفوا اللي جايبين الهدايا. الهدايا احنا مالناش علاقه بيها. الهديه الاولى دي من دنيا سمير غانم. دنيا اللي بحكي هي دنيا قالت انا بعت لبابا، بابا بيحب الستات دول قوي، فانا عامله له بوستر مع الستات دول. بس طبعا جابتهم منين؟ عايز تضيف مين للصوره دي يا استاذ سمير؟ ده ما اضيفش، اضيف ايه ولا ايه؟ يعني انت عندك شاكيرا، حد يحط مع شاكيرا يا لهوي. وبعدين عندك كيم نوفاك. كيم نوفاك دي قديمه بس انت بتحبها، فظيعه هي، احلى من كده بكتير كيم نوفاك. انا وبعدين جينيفر لوبيز فعلا. دنيا عارفه ان دول اللي انت اكتر ستات بتحبهم. الغريبه ان دنيا سمير غانم لما تحط باباها في صوره ما تحطش دلال عبد العزيز. دنيا عارفه دلال موجوده، لما دول مش موجودين. الحمد لله. طيب دي هديه دنيا. اما هديه ايمي، ميرسي يا دودي. ايمي قالت بابا في هذه الاجواء ما بيحبش، او كل عواطفه بتتجه لحاجه واحده بس، فانا بكل الحب هديله اكتر حاجه بيحبها في الاجواء دي. انا عايزاك تاخد العلبه كده وتحضنها عشان دي هديه ايمي سمير غانم دفايه. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي يا امومي.